لم يحتضنها سوق العمل منذ تخرجها، فباشرت لتتحدى الواقع باحتضانها للنباتات والمزروعات داخل أحواض ملفتة من صنع يديها، حتى أصبحت صاحبة للمشروع ومشغلة لغيرها. تعرفوا على حكاية نور سمار من اليمون. تجمع المخلفات وتعيد تدويرها، تقص أحجار عينين وتخلق منها تحفاً فنية ليست للمظهر فحسب، بل حاضنة لحياة المزروعات والنباتات، متحدية ظروف الواقع. بلشت أعمل اللي هي قوالب حجرية في البداية، بعدين عملت قوالب عن طريق الفيبر جلاس، بعدين في أشياء كتير موجودة في الطبيعة وإحنا مش مستخدمينها ولا مستغلينها، خصوصاً إنه النفايات، يعني هاي بيحكوا لها النفايات، بتخلصوا منها الناس بحركوها أو بشكل ملوث للبيئة. فأنا حكيت خليني أنا أستخدم هاي المواد وأستغلها وأعمل منها قصص زراعية. كمان القماش، يعني كل سنة ما بين الصيفي والشتوي الواحدة عندنا بتتخلص من حوالي كيسين ملابس، فحكيت خليني أنا أستغلهم كمان هاي الملابس وأعمل منها قصص زراعية، فاستغليتها والكل طبعا شجعني وحكالي إنه فكرة حلوة وجديدة، فكملت أنا كمان في هي إعادة التدوير. مع جهدها المستمر ومساعدة عائلتها، تواظب سمار على نجاح مشروعها بحرفية عالية يلقى رواجاً من المحيط حولها، محققة هدفها وأهداف غيرها. حالياً أنا ما ببحث عن فرصة عمل، أنا بوفر فرص عمل لبنات ولكمان شباب يشتغلوا معي هنا في مشروعي، يعني أحياناً بيكون في طلب وأنا ما بقدر لحالي أنا وزوجي نكون فيه، فأنا بس يعني بطلب من بنات يساعدني ويشتغلن معي أو من عمال يحملوا يشتغلوا. أنا حقيقة يعني صرت أوفر فرص عمل لناس تانيين يشتغلوا ويعملوا معي. يأتي مشروع صناعة أحواض الزينة ضمن مشروع نجاحها الذي تطلقه الإغاثة الزراعية، محاولة تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يدعم نور منذ بداية افتتاحها للمشروع وحتى وقتها الحالي. من اليمون لتلفزيون الفجر، هبة مصطفى.